بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان فرماجو لفتا قرين حسن شيخ محمود يا حمسة عبد البرئ أيانو الدير عبد الصاري دونا فيرسيح حوغن أيانو قفران بلس لكن حوكتان قابن أيان إذي كدب الجين دونا حدية الله أودل أكرال نغضو حندين لأن هاي كوسو دوادة ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبرايشن ومروا البعض كاشان ورارك حقيقوين كاه سياسدا اسديدن ايو كوا اس اقل سنقصانيا جيس كافريكا ايو مدى عالم كبا مدحويني هوري اي صوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا وحا اوكوسو وجهان يهي مقالة مقدشو دلكينا صوماليا صفر كفرماجو مالين تاو يهي والقريي سوابا امن درادت أما درتوت بلس لكن بشن نوفمبر أيا الله فيلا يا فرماجو إنو سو جار مقالة مقدشو وحان إذن لو ذاك ناي ساعدي وقدم بي بارلمان كصوماليا إن إسبدل أو كو إيمان دونو إسلامر كاسنا حسن شيخ محمود إي حكومة ديسي جلبها لغتومي دونو لغونا خاص بي دونو إنو وضر أقل أو كسو نقدة سيدي كرسيقا لوغو ديبتي فرماجو ayaa maanta wuxuu soo saaray warqad sidaad aragteen taaso uu ku adkaynayo baarlamaanka Soomaaliya inay surta ku sameeyaan qorshaha xukun joogista Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana dowlad goboleedyadu uu ugu baaqay doorasho dadban inay degdeg u galaan maadaama waqtiga ama mandate-ka uu ka dhamaaday ama uu ka dhamaanayo marka kullay farmaajo maalintu imaanayo maalin hebel ma dhigi karayno hadaynu nahay ورباهين Southern Media Corporation بلسو حانو عدينينا محمد عبد الله فرماجو إن أوكسو وجهان يهي مقالة مقدشو عاصمة الدلك الصومالية فرماجو إياه أتاقن إنو مدحوينها قرنك الصوماليات نقضو مركلة كرسيقة أو أترتمو إسلا مركانا الصومالية أو هقاميو سامطة بحين تيدان قيب أو كان نقضو سيدا آن أغنهي إساقة إيا تيم كيسي مركا كلي مالين تأيتهي وقتي أي شيء دونا بلس لكن هدي لنا اللي هي وحان إسبدلين فرماجو مقدشايو كسو صعدا وحون دونا يا إنه بروسين كصادق تمركان حمر قدم كاسي وانو فهمني وحان أقول بدونا مدحوينا هدي شوقة مدنا حسن شيخ محمود إساقنا مقالة مقدشو وحان إذن لو ذاك نيمانتي إنه شر قرسودي أولي شيء طليانيا isku xirka talyaaniga iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka shaqeeyay nin sidigiis ah oo saara indhayr la dhashay kaasoo lagu magacaabo abukaate ama avokaate Cali Marduuf nimay dhahan haduu jira soo raadiya haduu san jirin hadde maba jiraba talyaaniga iyo Xasan Sheekh Maxamuud maxay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan talyaani wuxuu ka codsaday in talyaanigu حكومديسو اي كا عاويان اي داقالكا او لقاليو اتوبيا معنيه دانكا عركا ان اي كا عاويان ما داما تاليانيكو عركا او قطركو يهي ودامده هرو مراي او كميدي هاي جي 7 اما جي 8 او كميدي هاي حاليو كالما يو يري تاليانيكا وي او قولادين بلسل لكين شروط باي هرنيجان ايوغونا وحي كو يرادين وحان ربنا لولكان لحدة قبل اي ميلان لو يقانو from كسمايو تو بايدابو تو شابيلا ذا هوسي يو ماشي لو يقانو شابيلا ذا دحي او هير شابيلا كاترسان الا يو هيران وحي دهن صلديق نغسي هير شابيلا يو مايلان لحدان قبل اياد نغسي نيسا صلديق يو عيدان او ماركي سيدان كعركا دار رتيد انا كاتا غيرنو بلاس انتاسي وحاسي دير اما اللبا درالي ان ماركي سيد باريهي annaga aan kula hayn Soomaaliya farta annaga soo saartid meeshaas waxa ka aragtaa adduunyada inay soo gaajoonayso oo ma arkayse macni qof walba Soomaaliya in wixii uu ka heli karo nolol uu ka helo annaga beeraan kula hayn dhulkan beerahaynaan rabnaa sidaas ay dhahayn talyaanigu Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri beerihi waa iga diyaar waa la idin siinayaa af gooyi laga bilaabo إلا إيه جنالي باري هبر قدر أي كوهب ستي إلا إيه ماركيسي جبوينك
إلا إيو ماركيس الشبه لدى دحي طلياني وحو لها فرطان إذن كساريا لكن وحان ربابو يري شقالها إذن شقينا يا بيرها سي إن وسارد بيرها أنيقو آن أطليو شقالها سي أي سو قرآن وسارد بيرها يا جوغا ماريا جوغا ماريا بير وحمكي قانا كتواري سبلا لسيقو خطوة لكن لكن ما يقانا ما يقانا أوكي ماريا بيرها معني اللي حدا قبل يهرشب اللي ما سقع إسكالي سومالي دو قبيل بين نقطي شقالة اللي قرأي حسن شيخ محمود دولة دي سادو يشقالة كدكتي رير كيسي مركا هاد ريري ساها يستبيرها سومان هادنا معني النظام دولي اه تلياني جانا وكوكو ريجي ساقو دهاي هادنا بيري هي ديجل او مرفلة اصل كبالاقا قاضي مجورو تيقو دو يشيدلي هادنا ان هوية ان معني تلياني جا اكلا شقيان او تلياني العالة ديلا واينا هوية ان قعمتا اي كوهيان قرشان نوع عاسي ايو حسن شيخ محمود جي مركا قرشي مركا تلياني جا عوضا اي صوضا قادين حسن شيخ محمود ويكون برلمان بقول إيه لباتان عشو هيرقلين تاين لغو بلابو تاليانيغا ساليقيادا لغا سينايو هير شابيلي إيه ماي لاند إركنا إناي كتاقيران داقالك او يري حسن شيخ محمود إتوبيا إيان لغلايا واد داقالك انكو شيغاي داقال ودني يدا نلوشي دي ربا ودني 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 سنقود واناكسن سلام شرف لبا جالي يالو صعب ذا وتاقينا لا 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 قد تدى دولكيني هبين كي قل قلاتي تكريكي ما وحوكولي هاي اتوبيان بان لدك علمي باسبور دبلوماسي تكريكي هو هايستا عصر شيخ محمود يتيم كيسي سنبلول شي لا يب والله يابي ها اور كان علوشة لغا رايو يب يكوت هاي سومالي وي تلياني يا حسن شيخ محمود ماشي هاسي مرين لكن جاهل لمديسي انجريسكو او كلجن ايو لي تلياني تلياني او انجريس ايغلا هادل ودر اوغل ربا انجريس اني كان وحا وي ودر اوغل مربي بل تلياني او انجريس ايغلا هادل وي قضب كاسي وحان امالينيا وان اسلا فهمني وحان وحان آدي دونا بوليسكي صوماليا دولدي فرماجو يدولدي كور رئيسي شيخ شريف يتي نفسدي حسن شيخ يتي عبد الله يوسف بوليسكي والا كالدري وقضبين فينيتو لموزيكا حسن شيخ محمود وحور لصنايا عيدمو وشقايا سيدي مولتريغا لكن مقعود بليس بليس يهي waye adduunyada Soomaaliya military uma ogola sida caamka ah ilaa dawladdu ku meel gaar ka loo dhisay waxay wax ku dhiibaan Blaze marka ciidankii Blaze ka ahaa horta kuwi hore waa la kala diray kuwa cusub oo isaga hadda uu dhistay oo naqshad cusub ah macnaheedu police sidii military ga u shaqeeya ayuu sameystay wana wada waxaana Blaze kaasi markayse macnaheedu ku qayb ah dalacaado waalan oo iyaguna Puntland la siinayo saraakiil farabadan aqliga bale aadamka uu diidayo ayaa Puntland la siinaya hadda darajooyinkana xidig ma ahan laba alif lama ahan laba xariq lama ahan sidii Maryan Danab gabar ay dhahan ma aragto 10 sano bale dooglay fadhida ay furugo ceelbuur laga tuura markaysa waa hooyo oo caruur leh caruur korinaysa sinta ku sida دكتا كسيدة لابتا كسيدة هذا ما فهمه يسا طبان صنو دل عاد مالي دبكنا والوغو شبايا وكان حد حسن شيخ محمود كنتن إيه سيال سركالو علي قافة إيه هل مرصده يديس علي قاف مركو دل عسينة إيه بلي دوغلي إيه دو معني ما يشفر لده كبودي ما هي يلي ديقل أو مري فلواي لو مبهنا مركا سراكيل قاشان إيه قاشان لدحي إيه جنرال دل عاد هاسي ayaa majeerteen iyo reer Puntland daarood lagu xaqaya gedigeed haddii ogeydeen darad raweyn haddana qaanadu waxay u furantahay
دارو سيبا نمانك بنت لاندقن دلعات آن لأركين واليئة جانان غاشان لده غاشان لده ألغو صفايا محال لوغو تلقلي عيدا ماذا بنت لان جوغا حدا والدولة دا بنت لان سعيد عبدالله الدني ومدحوينا كيهاي إياغو او جوغا أيا وحال ربا إن برتو دا لغو لوريغو مركز سيدا لغو لوريغانا سراكي شهد الله مقا عابا يو معني دلعاد الله سينا يو وبنت لان كسو جيدا إن لغا كورغي يو مركز أوتوماتيك عيدا ماذا بلايس كغاركا marka is sida military ga u hawlgalayna in lagu daabulo Puntland calooshaydi la dego haddana shaqadaasi way socotaa intaas ma iga haysa walaal way sheegid ayaan leena ku amal fal anaga maliin waayo marka is warbaahin baynu anaga qodobkaas isaga ah waxaan u maleeynaa waanu fahmay afgooy waa lagu socdaa iyadana aksiga in ay iyaguna dagaalamaan daway u tahay رئيس الوزراء حمزة عبد البري واسو قرني رئيس الوزراء سدح مليون يشم بقول او كن او دولار كمريكان كاه ايو ويديستي صاحب كيسي مدالي او اه قدوميا قبل كبنادر وحيري مدالو سدح مليون يشم بقول او كن دقدق الى سو جار بحار ستين ان كجراء او ان حلدبان دا كل لوشو او ان كفر فرو موشين كان معني يقصو وجهن waxaad ogtahay ahmed madobe already waa u fasaxay wuxuu yiri maarkayse waariko hal la cuno nama matalo maarkayse macnihi hadha hadha way hooshiisi si kasto ay ahatama lacagtii lama hayee lacagta hadda iyo koow ayaa la raadin raba waxaana macnihi 3 milyan ilaa madale iyo ninka la yiraahdo xamse way balameen waxay dhahayn doonta hal maran ka wada degayna ama waa wada saarnaanayna marka lacagtana madale hadda wuxuu ka raadinayaa dhul dan guud in la gado waxay iibin rabaan arwo loo yaqaan arwo taleex ma taqaanan oo ku taala magaalada muqdisho ayay xaraashi rabaan ana hadda ku sii sheegay inay isku difaacay rabaan arwo taleex soo raadiya meesha ay ku taalo haday jirta sheega hadaysan jirin ma jirta idhaha arwadaasi ayaa hadda madale oo dad u diray in la xaraashaal raba kadibna xamse abdi barre 3 milyan iyo bar macnaheedu xildhibaanada uu ku laaluusho si xilkan uu u joogi karo hadda waad aragtay xamse naxdin ba ka soo hadhay oo naxnahaaya xasan markuu salaamay naxdin markuu meesha dadka jooga oo kiyaal ka qaynimada uu naxsan isagoo dhan because waa shamsi ba lagu qaadaya laba la dooran si xasan ama ninkan rid ama adaa dhacaaya aadan madobe iyo abd xaashi iyo markayse wixii taageersana xildhibaanada mooshinkana waxa kowka kuwii digil aw mirifle markayse mailand 77 waxa raacay kuwii hawiye waxa raacay markayse kuwii waqooyi dirta waqooyi wa shamsi kuwii daarood ninkan maba noo joogay axmed madobana green light ku soo daay axmed madob hadaan u noqdo markaa wa kan isagana fariintiisa soo gaarsiiyay xasan sheekh maxamuud iswaan wuxuu ku yiri markayse doorasho iyo aniga waxba iga ma gelin wuxuu yiri gudiga doorashada kan dowlad goboleedyada aan leenahay inaan anaga soo xulano dowladda federaalku waxay leedahay in ay ku darsato shuruudaydu waa taas tan labaadna waxa weey doorasho dadban inaan anigu qabsado wixii inta ka dambeeya ya hadii gudigaasi macnihi naloo daayo doorashada ma arkayse inaan qabsado dadban la iidaayo waxa rabti waa ku feermaynaaya waxa iga ma gelin horta أحمد مدوبي سيدا سوا أنا مركب حان كله وذا جن من كان ويتلاطوا مايان ضد بعد نح مريسة ورمرتيد مساو سارتان وقت دير ملقو درا ما أرك يسقفي عض حسن شيخ محمود وحان كله يكون ديرن كرو معني يضد ضد كانوا إنه مقيم دار شقفي عض إنه مالسو يستعبو هديك على حبض فيلا صومالي كبل الله بنيسا ورك يجي مصابح يمسى مصابحين محل مساو سار هذا معني الشركة وسيس عندنا سو ما إذا أركن رئيس الوزراء حمزة عبد البرئين وسو صاري شركة وسيس عندنا تشك وسيس عندنا هدو 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 هذا ما فهم إيسا نمان كي مركا ميلان كسو جيدي لفتا جرين إيه تيم كيسي إيهونا وحي سو دجيين هدا شركة هدا يسيدا تا ورغدا مركا عاوة صباح ديش معني طبان بريان كدرني شركة وسيس عندنا وحي دين أنه بايدا ومركا انتقنو أيان مصير كينا كتشان دونا هذا ما هدلينو iyaguna caawisaasay iska soo jareen
تلو مبودي دونان مسا مبودي دونان جيري دان افغوي يدولان كان لغوي هاي ومدار رير افغوي شابي لغو هوسي معني مدب املع سبي سمايين معني حساب تدب مي اكل كلار غريين انيقو مقران ايو معني حسن انو ديقى كجر ماي اركين داير امين جيسو اسبارا اي ودا ديقان ايين هدي اسبارا دي او دفاعي واي حسن معني شيخ شريف او غلي هادا ومعني حسن مبلا دفاعي كرو اي اركين نيكان لغي كلتغي وحبا يوسان ادين ديقين ماي كتهي كاركين الى شدا مقران ايو marka sidaasi awgeed tiimkii lafta gareen iyaguna waxay taageeyeen bay dhaba markaan tagno masiirkeena bay dhaba markaan tagno masiirkeena aan ka tashanayna waa maxay doorashada dad badan qabsanayna Soomaan macnuhu marka walaalayaal horta ma arkayse lafta gareen iyo tiimkiisana sidaasi ayaa hadda macnahi ee ka soo yeedhay haajadoodu waa hada 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 wa xumaanteeda hada hada halisteeda gaarka hada hada guriyaha qarxaya hadaadu حاجده ماشي ساي مريسا حسن شيخ محمودنا وحا اجرن دغال ان قبيل والبقبيل ككله لوو قتارو اسكيلينايا اسكيلينايا نا نايا اسكيلينايا نا كريم كايويو نا اسمرينايا اوشدن كو قضب كاسدان كغدبنو فقي وزير كارمها دبد الصوماليا wuxuu weydiistay soo gaareysa lacagti ugu horeysay Soomaalida qurbaha joogta wadamada Yurub markaysay macnii joogta qandaraaskii Ismaaciil Umar Geeli iyo Hassan Sheikh Mahmud ay reer Yurub lacag kaga soo qaateen oo UNDP ay ku jirto ay horseedayso lagu soo xilin lahaa qaxootiga anaga qaabilaynay dhahayn lacagti ugu horeysay ba soo gaareysa maalmaha soo socda lacagtaasi waxa loo dhiibaya fiqi يا حسن شيخ محمود حسن بورسدي سرو اسو قاتاي ما دام وسيرك ارمها دبد او يهي شقا ابور وحال القحوتي لا سو خيلينايو او ماركايس يورب لا سو خيلينايو دولتا سوماليا شقا ابور باي اسماينيسا ماركا لعقتي قحوتي لا سو خيلينايو سوماليا ماركا لو سو خيليو شقا ابور كا لوو سماين لها او قحوتي غعانتا ايغو يورب جوغ لا سو ساري لها ايغا وخي دهن سو خيلينتنا انغا نسيا lacagta shaqo abuurka ama guriyeynta qaxootiga marka la keeno dalka yaani loogu sameyn lahana anaga hadda noo soo hormariya maxaa yeelay guriyeyn baan u sameeyneyna shaqo abuur baan u sameeyneyna waafiqi iyo Hassan Sheikh Mahmud fiiri lacagtooda soo qaataano dadka la soo celiyo haba dhahaano haddana ilaa qofka marka la celinayo waxaa la siinaya dawladda lacag bay siin lahayd shan kun ama afar kun ama lix kun meelahaasi waxaa la yiraahdaa repatriation program dib u dejin in qofka dalkiisa loo celiyo wax qabsado tiina iyaga dhunta u dhigtay marka qofka diyaaradda unbaa la saarayaa Soomaaliya unbaa laga dejinayaa weeye macnuhu oo anaga noo dhiiba anaga macnaheey noo soo hormariya lacagtii celintana waa qaadanay tii shaqo abuurka iyo deegaameynta isaga la siin lahaa qofka la celinayana annaga noo soo horumariya diyaaradda soo saara xamraan ku soo dhaweeyneyna iyo Djibouti markaas kadib waxa weeye annaga shaqo u abuureyna annaga deegaameeyneyna amnigiisa annaga haysana horta ma arkayse macnihi lacagahaasi ayaa soo gaari doona maalmaha soo aadan fiqi oo wasiirka arrimaha dibadda marka Soomaalida Yurub joogta waa la celin doona ma arkayse macnihi kaliya Soomaalida Yurub joogta maahan Soomaalida Mareykanka hadda macnihi 16,000 darbiyada ka soo booday oo bilaa sharciiga ah iyagana waxa weey qandaraasku way ku jiraan Hassan Sheikh Mahmud iyo tiimkaasi lacagta way qaateen Mareykanka hadda doorasho gali raba Trump haduu yimaado horta macnihi difaac ma bala hanba Soomaalida macnihi sharci darada macnihi ku soo gashay Mareykanka isagu waa celin wixiis way cadahay inuu soo bixi doonana waa loo badiya marka Soomaalida Mareykanka joogta Soomaalida Yurub joogta markaysay macnihi lacagtooda waa la shubtay macnihi wixii sharci la'aan ah in markaysay wixii hadda soo gala inay macnihi qaataan Djibouti iyo Muqdisho marka taana hal ogaado waxa intaas si dheer marka waa ajeeb ah in dadka macnihi badan ee Djibouti la geyn doono Djibouti oo kuleyl ah inta badan kaneecana leh waxa dhaanta malaha boorkii Soomaaliya oo busti iyo siigadi markayse macnihi amni darab ay iska ahaatee because furin iyo haragow ayaad cunaysa wax kale ma yaal laba dalale marka Yurub maxaa akhbaaro qaysan Yurub shalay si cad ayay u soo qoreen
way publish kareen anaa akhriyay ba iyadoo jarmal ah iyadoo ingiriis ah inta baan akhriyay in qaxootiga si degdeg ah loo xilinaayo marka baashan muday soo jiitantay muday soo jiitantay in markay samcanay 72 dal ee europeaniska ah in qaxootiga la xiliyo way isku raaceen wixii markay soo galana albania in macnay kaamam looga sameeyo albania wadan ay dhahan markay markaas waxa la yiri maxaa talyaaniga ma ay qofkii talyaani ka soo gala albania la geeynaaya kaamka hadhowdi marka interview laga qaadayna qofka albania markab laga saaraya talyaaniga interview ku soo mari haddana markay macnay markaba soo celin albania la keenay kuwa kalena macnay deportation erayga deportation ay soo qoreen fastest ay soo qoreen deportation ayaa qalinka lagu duugay reer Yurub marka waxay dhayn arintan waa la soo daadeen waxa la rabay markay sanooyin ka hor inaa fududeysaan dadka qaxootiga Yurub inta badan shacabka macnay commentiyadooda iyo macnay aaradooda waa sidaasi waa noolaan la nahay waay macnay qaaradii way xumaatay markay ajnabi ba ku soo batay waa sida marka wixii carab ahna qadaraaskoodu waxa qaatay masaarida carab oo dhan wixii qaxooti carab oo dhan la celinayo waxa weey masar la geyn doona kulay Sinai iyo meelahaas ay geyn doonaan ee markayse macnay wixii Soomaali ah geel iyo Hassan Sheikh Maxamuud oo lacagta ku qaatay kaliya Yurub aan Americana way ku jirtaa marka lacagta ugu horeysa ee celinta dadka Soomaaliyeed hadda fiqi maalmaha soo aadan ayaa loo soo shubaya isagoo ah wasiirka arrimaha